يفتخر أنه إحنا فقط من الأمن الغذائي عملنا مشاريع بحدود 400 مليار دينار، ما عدا ما سبق من الموازنات السابقة. اليوم أكثر قرانا ما عدا النائية البعيدة في عمق الصحراء أو في أقصى مكان بالغرب، كلها إن شاء الله يصلها الماء ونقدر نحسن ونفتح مشاريع أخرى بحيث ما تبقى عندنا قرية بدون ماء، بدون طريق، بدون مدرسة. عدد المدارس اللي كملناها أكثر من 345 مدرسة، ولدينا المزيد الآن في طور البناء. والنعمة الأكبر التي من الله علينا بها، ومن ثم بتعاون أهلنا مع قواتهم الأمنية لنعمة الأمن والأمان. سيد رئيس الوزراء تم أيضاً لحضر الكنوة بشكل خاص، وستأتي بمجال كي أحفز الإعمار. فرح جداً أيضاً وأطمئنكم على نسيجنا الاجتماعي، الترابط اللي موجود أقوى قبل. يلا وطلعنا على الجنوب الموسيقى وتجولنا في مناطق مع الأخ الكريم دكتور عمر، والتحقق معنا أستاذ النور المعطي وإخوان السكرجاء وبقى الموجودين. اطلعنا على المعالم والبناء والتطور. سلام من محافظات الجنوب عامة ومن البصرة خاصة لجميع أخواننا في محافظة الموصل الحجباء. خبر كلش سعدنا بعودة الدار، وخبر العمار سر قلبي وإجاني. قضيتكم رجع هذا البليتور وصرت سلاح ضد الطائفيين. اي والله بالوحدة هزمناه، عدونا الراد ينذل العراقي بوحدتنا وتعايشنا الرسمناه على وجوه الصبح والوطن باقي. يتفضل على كل حال طبيت انضرب مسمار وعلى قد النعوش الصور حطيت، بس البعض ظل بدون مسمار شغل روحه عليه السجن البيت. شكرا جزيلا. الطريق السريع من البصرة للموصل وإلى أوروبا حتى ينتعش العراق اقتصاديا إن شاء الله. نينوى مدينة البناء والإعمار لعام 2023. شكرا جزيلا لكم، ممتنين جدا جدا لهذه المشاعر الكريمة والطيبة من البصرة ومن ذي قار والإعمار والسليمانية.